الحبايب، اخباركم ايه؟ توحشتكم بالزاف، اقسم بالله ما ورناش غيركم، بس كده احنا ما ورناش غير دلوقتي. احنا جايين لكم بقى ايه، في تحدي ما بيني وما بين الزوز وما بين مراتي اللي هي بنت الزوز. التحدي عباره عن ايه؟ هنسال بعض شويه اسئله، كل واحد كتب اسئله كده على جنب وهنسالها لبعض في حياه بعض الاسئله، ونشوف مين اللي هيربح في الاخر. او هي معلومات هتعرفوها عننا، وفي نفس الوقت هنختبر يعني انا مثلا هختبر مراتي تعرف ايه عن حياتي، تعرف كل حاجه ولا حاجات معينه. ما تيجي نبدا نشوف، انا قصدي يلا يلا زوز ابدا. انا ممكن دلوقتي هسال مراتي، هقول لها ايه اللون المفضل ليا؟ الاسود. غلط. من البدايات. بداية القصيدة كفر. احنا بنقول كده. الأبيض. خلاص بقى. انتي قلتي واحدة. ماشي، هي الأزرق. الأزرق وأنا مهم. أنا مش بحب الحشيش اللي بتلبس لبس أسود. هي الأزرق. الأسود برفعك. الله، أنا تبارك الله عليك يا أم. ما شاء الله عندها مخ. الأسود كده عفوك. أنت الحاجة اللي ما بتعرفوش. بحب الأزرق. الازرق الغامق. طيب انا اسال اسئلتي كلها ولا كل واحد يسال سؤال؟ صح، خلي بابا يسال. انا دبا بخيل. خلاص اسال يا زوز، اسال. رمضان وحنا دوز. علي بس صوتك عشان الناس تسمعنا. دبا رمضان. ايوه. الله يجوز عنا امين يا رب. خير وسلامه ويبعد عنا الكارثه اللي كاينه برا. حنا دبا بعيدين عليها. دبا اللي غادي نسقسيك على رمضان مصر، كي داير عنده طقوس وعادات وتقاليد ديالكم تما، وهنا هنا في المغرب عاود هو نفس كل واحد الطقوس ديالو. بص يا زوز، انا شنو دابا اللي الفرق، اللي الحاجه اللي كتلقاها في مصر وما لقيتيهاش هنا في المغرب، ولا اللي لقيتيها هنا في المغرب وما كايناش في مصر، خصوصا في هذا الشهر هذا. انا هقول لك، انا اولا ده ثاني رمضان عرضي معاكم صح؟ ولكن هذا قلتي معايا بس فيه. لكن رمضان الاولاني انا قعدت 15 يوم هنا و15 يوم في مصر. فما اقدرش اقول لك، وما خرجتش كتير في رمضان اللي فات هنا. تمام؟ بس احنا عندنا في مصر مثلا هتلاقي الناس بيعلقوا الزينه، عارف الزينه؟ بيديروا فوانيس والزينه في الشوارع، من البلكونه هنا للبلكونه هنا. جو رمضان وفانوس كبير بيتعلق في الدور الثاني او حاجه، دي حاجه. عندك السحور عندنا في رمضان في الشارع ما تعرفش تمشي عند ناس معينه. بيبقى في سحور كده بسيط، فول وطعميه، وليل الطعميه لما بتتاكل في السحور عشان بتعمل حموضه. تمام؟ عند ناس معينه. بطاطس بقى وبيض والدنيا دي كلها. انت عندك الناس في رمضان سهرات عندكم؟ لا، سهرات في رمضان ممكن سلطانه مثلا ولا حاجه. لا، في الشارع. في الشارع فين؟ في الايام الطبيعيه بعيد عن الحجز. لا، في رمضان. واش عندكم سهرات كيديروهم الناس في حفلات بتتعمل في رمضان؟ مثلا بينزلوا المغنيين بيغنوا، مش عارفه انا كيديروا ممكن يعني بيعملوا كده، وفي منهم بيغنوا اغاني دينيه كمان، يعني بيعملوا بيغنوا اغاني دينيه. حد كان عندنا حد دابا؟ انت ما حضرتيش دابا؟ انا ما حضرتش، انا ما حضرتش. لان احنا الناس تدخل تفطر على جنب ديال الكورنيش على البحر. انا كيديروا كيمشي يتفرجوا في السهرات كيديروهم عندنا، كان كيديروا معنا باب العد. عندنا في نوادي معينه بيعملوا الفقرات دي، وعندنا مثلا النوادي في نوادي معينه او في اماكن معينه. نحن كيديروا في النوادي وريزوتيل، ولكن احنا في الشوارع كيديروا عموميه. ما هي على حسب المدينه، على حسب المدينه. تمام؟ يعني احنا عندنا في رمضان القعده نجيب ترابيزات وكراسي بلاستيك ونقعد دي في الشارع، دي مننا احنا دي احسن. انت ما شفتيش هادشي؟ ما حضرتيش؟ لا، ما حضرتش. بس طبعا كل بلد وليها دباب الطقوس بتاعتها. دابا بغض عن الحجر وكل شيء، شنو كتشعر دابا ملي دوزي هذا رمضان هذا كله دوزي انت؟ اللي انا معاك ودي حاجه كبيره برضه، بس ما ننكرش ان انا توحشت اهلي في مصر برضه. حاجه طبيعيه. بس عشان يعني ايه، انا اللي مهون عليا ان انا برضه في وسط اهلي. الحمد لله. بس
انا دابا نعطيك سؤال اخر ثاني. لا نخلي بنتك بقى الدور. خلي الدور. استنى انا سالته سؤال وانت سالت سؤال، بنتك تسال سؤال. شنو هي اكثر حاجه تعصبني ملي كنكون كندير الشغل؟ انت اكثر حاجه ايه كتعصبني ملي كنكون كندير الشغل؟ ما كنحملهاش ملي كنسالي الشغل، ما كنحملهاش، كتنرفزني. كديروها كاملين مسهل عليك. من دا عليكي ولا لا؟ انا مش فاهم هي ازاي. لما بكون بعمل شغل في البيت وبنضف وكله، اكتر حاجه بتعصبني لما بخلص. هذا وانا مثلا لو انت لسه عامله الدرج او حاجه، ان انا اطلع دي بتضايق كل الناس في كل البيوت. ولكن انا عندي شويه زي ده كمان غوت. لا ده ضربه. انا عندي بنتك ضربه. ولكن انا ماشي غير لك، انا كنا احنا اللي كيكونوا كيسيقوا ولادها. كمدام مدام الله يسمح لي، خدتي بالك المدام كتسمع الصوت ديالها؟ نعم ولع الدنيا. لا كتسمع باب سيدي عبد الوهاب في وجده ومن ثم كتسمع صوتك. سيدي تروحوا انتوما كتوسخوا. دابا كورونا ولات 24 ساعة على 24 ساعة، مابقاش عندنا لي مشكل. انت بعدا كنت كتسيق، راه انت سما السبعة. خلاص بقى انا لله وانا اليه راجعون. والله خلاص انا هسال السؤال ديالي ليها. تمام. انا اتخرجت سنة كام من الجامعة؟ لو بتقعد حالة تيقني، أنا ما عارفش وقتاش تخرجت. سؤال. أنا 2009 صح 2009 وبلاتي دابا كاين دابا هي كورونا غير جديدة، يلاه عشنا معاها، من المستحيل باش رانا نقطوها. وقتاش دخلت كورونا؟ وقتاش داروا لنا الحجر؟ يلا وقتاش داروا لنا الحجر الصحي؟ هقول لك تاريخ؟ تاريخ؟ لا هقول لك شهر كده. الشهر يلا الشهر نص ثلاثة صح؟ نص ثلاثة. لا بالضبط. لا هو انا عشان قربت هتقول لي بالضبط. جيت من عندي 17 3 صافي. ده سؤال. انت عارف ليه انا افتكرت؟ لان احنا رجعنا من مراكش وهوبا دخلت الكورونا. اصلا احنا كنا في مراكش لا اصلا من جينا احنا من مصر كانت ديجا كورونا. كانت كورونا غير كان باقي ما كانت ديجا كورونا. احنا في المنتصف بزاف، كانت باقي منتصف في البدايه. باقي انتوا توقفتوا من مصر. توقفنا بس ما كانت الاجراءات لسه، ما كانش في حد فاهم حاجه. ما كانش اجراءات. طيب انا سالت سؤال، انت اللي عليك. انت سالت سؤالك، انت كده عليك سؤالك. شنو هو اكثر رقم كيعجبني بزاف؟ 5 صح؟ والله العظيم انا برنس اقسم بالله. انت برنس؟ انا ما اعرفش اصلا، بس هي جت كده بايلك ضربة الحد. هو ضربة الحد عملية مقاس. انت اللي كان 5 هو غادي ينقص 3 هو. طيب انا جاوبت على السؤال بتاعك ماشي. الناس هي اللي هتقول لنا في الكومنتات، خلي بالك مين اللي كسب في الاخر. ماشي. انا بسوق سيبك من البرمي. البرمي حاجه وان انت تسوق حاجه. البرمي. انت مش بتقول بالبرمي؟ برمي. برمي. ماشي. الرخصه. سيبك من الرخصه حاجه. انا بدات ان انا اطلع بالعربيه وانا عندي كام سنه او كنت في سنه كام؟ انت كان ضمن 14 لعام وانت كتسوق، ولك 16 لعام ديتي كتخرج من الطوموبيل 17 لعام. لا احنا عندنا من 18 سنه. ولكن انت من 14 ل 15 كتسوق. انا ما اعرفش كان عندي كام سنه، بس كنت في ثانيه اعدادي. المهم هي ولا اعدادي تكون 15 عام ل 16 عام. باباك كان كيسوق؟ كان ابويا هو اللي علمني السواقه. داكشي انا ابويا اصلا كان بيعلم السواقه في الجيش، وهو في الجيش كان بيعلم العساكر السواقه. ماشي. انت عليك الدور يا زوز. حد يشرب قهوه يا جدعان؟ انا ما معلش ما عزمتش عليكم. كسر قهوه في القله. ماشي فكات والله لك كله. دابا انت في الحجر الصحي، دابا قول لي النفسانيه بصراحه كي دايره؟ عامل ايه؟ النفسانيه ديالك زيرو. ده سالب زيرو بقى. ايوا شنو نقول لك؟ قلت انت زيرو. هي واحد تماك 10 على 10. والله بصراحه عشان انا قلت لكم الاخر يعني. الا كنت انت زيرو قلتي راه فشلتينا، كنا غنوليو زيرو. كاع ما غنكملوا. صراحه انا ما اكذبش عليكم، انا بحاول اصبر الناس. فربنا يصبرنا جميعا صراحه يعني. مفيش كلام ما فيش. ولكن المفروض عندنا بس انت زيرو وهي زيرو وكل شيء. احنا نكملوا 1 كيلو ونديروا عليه برده تايله.
الدور عليك يا استاذه اتفضلي. تابعوا كويس ما تروحوش في حته عشان انتوا اللي هتحكموا مين اللي كسب في الاخر. اتفقنا؟ امتى اول نهار تلاقينا فيه؟ عطاني نهار وشهر. نعم يعني انت فاكرة؟ اه اول نهار واول حسك عمره ما يتنسى ذاك النهار. نعم فجأة صافي النهار اول مرة تلاقينا باش نزلت من المطار وتلاقينا. شنو كنت لابسة؟ ناري. ماشي شنو كنت لابسة؟ ماشي كنت لابسة جينز وعليه تي شيرت ابيض. ونهار اقل الشهر. واقول لك الكوتشي كان لونه ايه ممكن؟ كان روز صح؟ كان في روز وابيض. واحد الكوتشي يدي ما كان لبس الابيض انا بس. ابيض وروز. والشهر؟ شهر؟ شهر اول شهر 5 6 شهر 6 بس خلاص شكرا كده. انا اللي عرفته. السؤال ليكي. واجابه تكون واضحه للناس. انا لما سافرت البحرين سافرت مع مين وليه؟ سافرت مع اختك. ايوه. لا كان شي شغل عند اختك وكان ضروري كانت حامله. وكان ضروري خصك تمشي واحد يسافر معاه. الراجل ديالها ما كتبش يمشي وكنت اللي مشيت. شاطر. انت عليك الدور يا زوز. عزوز انت نمت ولا ايه؟ لا مش نمت. انت بتفكر؟ اسئله وانت زيرو؟ قلت لي نمت زيرو. لا لا يلا انا مستني اسئلتك. يلا ايش هنقول لك؟ انا يمكن ما بقاش عندي اسئله. عرفتي علاش؟ لان انا نأذيك. ها ماما تسولك. هتسأليني انت؟ انا نسألك. بدل الزوز؟ انا نسألك سؤال. سؤال. كي كتحس بالحياة ديالك وانت في بوسطنا؟ ايه دابا؟ بحس بحياتي وسط اهلي احس بيه. هو في حد يعني على راحتك ولا راجع على راحتك؟ لا على راحتي طبعا. يعني انا دايما بحمد ربنا ان انا في وسط عيله زيكم. الحمد لله ربنا يعلم. بس السؤال عليك. عليك انت اللي تساليني. سؤال ما عندوش علاقه بيا. انا نسولك واحد السؤال. ماشي. اكثر حاجه كتعصبك فيا وفي بابا؟ لا الزوز. الحاجه اللي كتعصبك من بابا وفيك وفيا انا. عندك جوج. اكثر حاجه تعصبني في الزوز قول. لا لا اعتني. عيب يا زوز والله. شو عليا ده؟ صافي شو عليا ده؟ قول لي الصراحه. زوز انت لا زعلت عليه باش غنسمع مع الثانيه ديالك زيرو يمكن غنخليها زيرو. يا زوز قسما بالله قسما بالله ربنا اللي يعلم انت معزتك من ابويا. ربنا اللي يعلم انا بحبك قد ايه مهما تعمل يعني. لا ولا بس اكتر مش حاجه بتنرفزني من الزوز. بس اكتر حاجه خدتها او خدت بالي منها من الزوز ان الزوز عصبي بطريقه ضرب نار. عصبي بطريقه. وعلى فكره العصبيه بص العصبيه في اوقات معينه كثير في واحد الوقت. انا عندي بالنسبه لي انا عصبي جدا. عصبي جدا. انا مجنون العصبيه قسما بالله. ما في ناس كتير قوي يعني انا دايما بنتك تقول لي انت ليه عصبي؟ اقول لها هو انا ربنا خلقني كده ووراثه من ابويا. تمام. انا هسالكم سؤال يا جدعان بس وجاوبوني برضو في الكومنتات. مثلا لو هسال البنات او الحريم ترضي تتجوزي عصبي وقلبه طيب ولا ترضي تتجوزي واحد بارد وما عندوش دم؟ ها ردوا انتوا بقى. انا عايزكم تتردوا كده. غايقول لك تا واحد فيهم. لا في فرق كبير. لو فكرت عادي هتختار. مش عشان في خصله فيا. لا لا خالص. بس والحاجه اللي كتعصبك فيا بصراحه لما ممكن يعني مثلا لو كلمنا وفكرت تعلي صوتها انا بقى جنونه بتشتغل بقى بصراحه. صراحة. ولكن انا في النقاشات العاديه مش ميفهموش الناس غلط. حنا في النقاشات العاديه ملي كنكونوا كنهضروا زعما ما كنغوتش هنا. يعني مثلا هي لما بتيجي تتكلم
فساعات الواحد ما بيبقاش واخد باله تلاقي الصوت بيعلى. ولكن بعد مره في واحد ما كنت تعصبني كان تعصب. فاحنا علشان دايما ما ينفعش الحوار ده او احنا تعودنا ان ما فيش ما ينفعش حد ترفع صوتها. ولكن اسمع فاحنا دايركت احنا دايركت بتلاقي ايه ده في رفع صوت. لا ايه ده اللي انت بتعمله. ولكن غير اسمع واحد من دي حاجه تعصبني. انتوا ما عندكم ما ينفعش للمرات تعلي الصوت على الراجل عامه. ما ينفعش للمرات تغوت وما ينفعش تضرب. ولكن كل واحد عنده صافي كيوصل لواحد الحد راه ما كيعرف فيها لا بعض المرات لا والديه لا صافي راه الطاقه. يعني انا مش هكذب عليكم انا اقول لكم على حاجه مثلا المفروض ان انا ما اقولهاش بس انا هقول لكم على حاجه وحاجه هي نفسي مراتي تفهمها. لما في اي بيت طبيعي بيحصل فيه مشاكل او بيحصل فيه مشدات تمام كده لما بتخانق معاها انا وهي اول حاجه انا بديها بعملها ايه باخد بعضي وبختفي انزل باخد نفسي اختفي انام انزل وبيبقى اسرع حاجه بالنسبه لي ان انا اسيب الموقع اللي انا فيه واخلع على طول. فاكتر حاجه بقى بتجنني ان هي فاكراها هروب. لا مش هروب خالص. انا عصبي وفي وقت الدنيا بايظه فيه فاخد بعض وامشي بدل ما يحصل الحاجة. صح بلاش صح كاينه ولا مش كاينه فهي دي الفكره. هي كاينه في بعض المرات ولكن بعض المرات ما يمكنش خصك ديما تبقى تهرب. كاينه بعض المرات كاين شي انا راجل ربنا خلقه عصب. اسمع نكمل. فانت عرفتي حاجه زي كده ان انا عصبي من قبل ما اتجوز صح كده. فنعمل ايه بقى؟ خلاص ده الراجل ده عصبي اتخانقنا ناخد بعضينا. كل واحد كاين شي حاجه اللي خصها تجلس وتحل. واخا انت عصبي وانا عصبيه ضروري خص ليها الحل. اما تتهرب اليوم وتهرب غدا وتهرب بعده وتهرب هذاك المشكله بقى. لا الكلام ده لو احنا ما اتكلمناش في المشكله. لا كاين شي مشكل كاين شي مشكل كنديرو ما احنا نتكلم هنتناقش في المشكله. لكن هي كل الفكره ان سيبيني ساعه باش ما تكبرش. سيبيني ساعة بس نرجع بقى هتلاقيني بضحك نبدأ بقى نتكلم بقى الدنيا ماشية ازاي. بس عشان نطول عليكم بقى نخلص السؤال ده. ها مين اللي عليه السؤال؟ انا اللي عليه السؤال. في حاجة في سر طبعا اهلي هما اللي يعرفوه ناس قريبين مني هما اللي يعرفوه. معرفش هنتكلم فيه على اللايف ولا لأ بس انا هسأله. ما هو اكثر شيء ايه اكتر حاجه وحشه او خايبه حصلت لي في مصر وايه اكتر حاجه خايبه حصلت لي في المغرب؟ ممكن اكتر حاجه في مصر ممكن الحادث اللي درتي القصيده. لا ايه ده القصيده الحادث اللي درتي حديثه انا حادث ديال ترستي من الفخر. وهنا في المغرب النصب والاحتيال وما نهضروش عليه هذاك صافي فات الله ياخذ الحق. طبعا الناس اول مره تعرف حاجه زي كده. انا اول اسوأ حاجه حصلت لي في مصر انا عملت حادثه. انا مش عملت حادثه انا عملت حادثتين. عملت حادثه بعربيتي وحادثه ببريس بالموتور. العربيه عملت كده من قدام فانا الحمد لله عديت منها. الحادثه الثانيه كانت في مصر برضو بالموتور دخلت فيس تو فيس في عربيه ما تسألونيش ازاي بس كنت تحس ان انا واحد اخرى وعوده. تحس ان انا كنت بعمل فيلم مع فان ديزل. الحاجه السيئه اللي حصلت لي في المغرب وطبعا انا ما اتكلمتش فيها ولا هتكلم فيها. ايوه انا اتنصب عليا في المغرب بس مع الله ياخذ الحق. الله ياخذ الحق. انا يعني ممكن قضيه جاريه في المحاكم. والله عزوز هقول لك على حاجه اللي حصل لي ده في ناس كتير قوي قعدت تتكلم ايه هترجع مصر مش ترجع ايه يا جدعان في ما في كل مكان في النصب والاحتيال. هو الرك على البني ادم مش الرك على موطنه يعني انت فاهم. فالمغرب عشق بالنسبه لي ده غصب عنهم غصب عن ناس معينه. المغرب عشق بالنسبه لي مهما تعمل برضه انا موجود بس كده نغير. شوف انت كنت بتقول لي انت في شيء حاجه ما تدخل. الله الله
تسهل ولا تروح فين؟ لا ما رايح. تسهل ولا ما رايح؟ لا تسهل. ما بغاش ياكل الله يهدي. لا هذا هو اللي معقدني من جيتك. هذا هو اللي خلقه. لا ما كتاكلش. عارفينك عندك انت طقوس خاصه ديال الاكل ديال الكلشي. يعني هشرح للناس سريعا عشان بس الناس ما تنساش. ولكن احنا كدرنا. بس انا هقول لك انا من صغري وانا مقرف في اكلي. مقرف مش مقرف اللي هو انا بقرف من الاكل، لا انا مقرف في اكل في اكلتي. انا كبني ادم انا شخصيا انا اللي مقرف تمام. دايما ابويا كان وانا صغير يقول لي كل، وانا كنت بكبر دماغي ما كنتش بسمع كلامه، فكبرت على الخصله دي. ودي حاجه على فكره انت مضايقاك، فتخيل انا عامله فيها ايه. قال لي انا تخيل انا عامله فيها ايه. انا 30 سنه دابا انت عندكم كثير دابا كنت تفتكر انا بقى انا فرحان بحاجه زي كده. ما مرتاح ليش قلت لك؟ وحنا ما مرتاحين بس. ولكن انا كنت الحاجه ما عنديش. ما عندكش مشكل في تاكل، عندك مشكل في الشكل ديالك اللي تبرمج على ما ياكلش. اما لسانك راه باغي ياكل بالضبط، باغي تاكل، ولكن العقل تبرمج. ها هي عندنا حدا البنت عندي الصغيره هكاك نفس الشكل، ولكن كما كان الحال احسن منك. ماشي مشكل، حنايا على صحتكم وصافي. ما انا داكشي اللي كنقولو انا وصافي. تاكل كل شي تاكل. وكاين الخيرات، الخيرات ديال الله موجوده، النعم ديال الله مستتا، وحنا نوضو عادي بقى زوز. نهربو منها؟ خلاص. نتمنى نغير. السؤال عليا ايه؟ ها اساليني. لا سولتك السؤال ديالك دابا. انا واحد. تاع ايه ده؟ كنت سولتك قلت لك شنو اللي ما كيعجبكش فيا؟ لا ما انت انا سالت خلاص، انت اللي عليك الدور. اكثر حاجه كنبغي ناكلها. اكثر حاجه عزيزه عليا في الماكله. استنى انا خدت بالي البطاطا المهروسه دي. ايوه دي. لا لا كاين واحد الحاجه عزيزه عليا. لا داك الدسر انا خلاه بالله يرحمه الحجر اللي كيتحل عليه. كبات يشرب لبن كبير قوي. لا انا الشعار ديالي اللي هو سيكو كره كيعرفوا المغاربه. انا ما بحبش الله. ولكن كاين واحد الحاجه عزيزه عليا انا بزاف. عزيز عليه. وخا انت يا استاذه الاكل كله عزيز عليك. لا كاين حاجه بتاكل معين. بتاكل لنفسها وبتاكل في نفس الوقت. يا ما مخلياش على راسها حاجه واحده. هي كلشي زي ما كنقول عزيز. شوف حنا الماكله شوف حنا المغاربه كنا الماكله مضروبين على كرشنا باش تبارك الله. نعم وخصنا ناكلو باش الا تناموتو شبعانين وماشي تزير على في القلب. الا متنا يلقى الدود ما ياكل. لا ونموتو شبعانين بعدا ونزير عليك القبر وتزير عليك حتى المعده خدام فيها اللهم تجي شبعان بعدا. صافي هذه لابيوري نحسبها لك. ماشي حتى لابيوري عزيزه عليك. خلاص انا اللي اسال. بسالك سؤال في عند اهلي مثلا. اختي الكبيره تشتغل في مجال ايه او تشتغل في شركه ايه ولا تامينات؟ تامينات؟ تامينات حاجه والتامين حاجه. شركه تامينات. ماشي هي شركه التامين. خصوصيه بزاف ما كتامنش غير كتامن كان بزاف ديال الحوايج. احنا عندنا التامينات ديال المعيش. ماشي صح. اسالنا زيز. عندك اسئله؟ ابوك ابويا اشتغل دابا كان اشتغل في الجيش وعاود دابا لا انا والدي ماسك مصنع في منطقه اسمها العبور. المصنع ده بخصوص يعني مخصص لاي حاجه في اللحام. لان انا لما نزلت اشتغلت مجال انا هقول لك هقول لك بعدين. انا في سؤال انا لسه هساله دلوقتي. اي حاجه تخص اللحام ابويا شغاله فيها. اختي الصغيره انت اللي المفروض تساليني اصلا. ما لسه تسالني انت. طيب اختي الصغيره خريجه كليه ايه؟ سياحه. لا تسقط قرصيحه لا ليها اسم معين. المهم عندها علاقه مش بالسياحه هي يعني ليها اسم في كلمه ناقصاك لان السياحه حاجه والكلمه دي لما تزوديها بتبقى هي السياحه داخله. عندنا في حاجه اسمها كليه سياحه وفنادق. فندقه. احنا لكن هي السياحة وفنادق هي ايه بقى؟ هي الإدارة والتسيير؟ لا لا لا
صحاب لي تخصص ارشاد سياحي مرشده سياحيه. لا احنا عندنا التاريخ التاريخ ديال السياحه والفندقه كاين عندنا احنا في هذوك ديال التكوين المهني. لا انا بتكلم احنا ما في عندنا كليه خاصه. عزيز هي التاريخ هي في التاريخ وكدير داكشي بحال دابا اش كتقولوا لهم نتوما هذوك اللي كتمشيو ليهم الاهرامات وداكشي ديال التاريخ. السؤال عليك انت. ها سليم كان عندي واحد السؤال ومشى مشي نروح نندهو لا عزيز كان جا غنقول لك تشرب القهوه خليني نوض نقلب عليك. طيب ها باقي عندك شي سؤال سولني اياه. عدد عيلة ابويا من عمامي وعماتي 4. ايه السرعة دي؟ 4 بابويا ولا 4 من غير ابويا؟ من غير ابو. صح عندي 3 عمام وعمة اللي هما الشغل. لا يا صح لا انا مش طبعا. عندك عيلة امي خلان وخلان خلاتي وخلاني كم واحد؟ عندك 7. هذا انت حافظة بقى. واحد كان عارفه. طب كم حريم وكم رجال؟ 4 رجال. أيوة. واللي باقي يلا إلى حين روح ترجع لمصر تستقر ولا تبقى هنا؟ ده السؤال؟ قولي إلى خيارك واش ترجع لمصر تستقر ولا تبقى هنا في المغرب؟ بصراحة لو خيروني تفضل هنا في المغرب. علاش؟ خلاص انا ما دام انا ارتحت لمكان وخدت نصب عليك وحتى بعد ما اتنصب عليا ما انا لسه كنت بقول للناس انا ده ادم ملوش دعوه كيف كان كتبقى عنده في القلب ديالو غصه غده كما كان غصه غده الدرقيه غده الدرقيه كتهبط في القلب كتولي حتى بعد ما اتنصب عليا انا لا كيكون فيها الحمد لله على كل شيء. ده بني ادم ربنا ينتقم منه. العيب مش في العيب مش في موطنه، العيب فيه هو في تربيته. لا هو لكن انا ماليش دعوه بال البلد عنده صوابق في داك الشيء. المغرب الحبيب ديالي بس. اخر سؤال انا هسال اخر سؤال. شوف واخا كوك عجبتيني علاه واخا انت دريتي في هذا وباقي المغرب عزيز عليك. ما كنت نشوف واحد وهتفضل وهتفضل. لا لا علاش عزيز عليك المغرب؟ معرفش والله بس انا البلد ديالي بعشقها. واش انت كنتي كتبغيها من شحال هادي ولا البلد ديالي حبيتها من قبل ما اخشها؟ لا واش زعما قبل ما تعرفني ولا تعرفتيني عزيزتي بغيتيها اكثر بصراحه؟ لا انا بغيتها من قبل ما اعرفك بصراحه. ولكن زدتي بغيتيها؟ لما عرفتك. اخر سؤال يبقى المصريين بخاطرهم والمغاربه بخاطرهم. كنتي ديما كتمنى تكوني مغربيه؟ ديما ايوا صافي. اخر سؤال يلا زيد. انا قلت لك قبل كده انا خريج 2009 وكنت بشتغل في الدراسه وكنت بشتغل بعد الدراسه صح كده؟ كم مجال وكم تخصص دخلت فيه من ساعة ما قلت يا شغل؟ كنت محاسب اختصاص ديالك محاسب. ادي واحد ياك استيراد وتصدير اللي هو دابا اوكي. 2 داكشي ديال اللي عنده علاقة بالطب ما بين قوسين. ايوه اللي هو في مجال دخلت فيه يا جماعة اللي هو بتاع الشرايح والمسامير اللي بتركب في جسم الانسان في العظام. انا كنت جات فتره انا كنت بركب الحاجات بس مع الدكاتره المقاولات. المقاولات تمام. ها عندك شي كاسي دي كاشير؟ الكاشير هي دي الكاسي كاشير. أربعة هم. لا كلهم الكاشير فين؟ كاشير حاجة زي في مرجان كده جدعان. الكاشير. الكلام ده كنت في تانية سنة ولا حاجة. ساعتها كنت أول مرة أنزل أصلاً دي أول شغلانة ليا كانت كاشير واتخانقت مع أبويا خناقة جامدة كنت في تانية ثانوي.
نزلت وقلت انا لازم اعرف الفلوس دي، ما كنت يعني انا دايما كنت بشوف فلوس مال المال عايز اعرف المال ده بيجي ازاي، فنزلت وطلع عيني اللي خلفوني لغايه دلوقتي وعرفت هو بيجي ازاي. فهاد الشيء كامل اللي درتي في هاد الخدمات كامل اللي درتي كلها في هاد 32 سنه كامله اللي فاتت عليك، اكثر حاجه ندمتي عليها؟ اشخاص معينه بدون ذكر اسماء دخلت في حياتي والحمد لله خرجتها من حياتي، خرجتهم من حياتي، لان انا عندي كانت عندي خصله زمان غريبه، كنت بفضل الصاحب عن الاخ، يعني ممكن كنت افضل واحد صاحبي عن اخواتي مثلا. اسمع عندك يعني مثلا لو حد من هنا طلبني وحد من هنا طلبني، يعني واحد صاحبي طلبني واو حد من اخواتي عايزني في حاجه مثلا، كنت امشي لصاحبي تمام، بس ده طلع لا. السؤال الاخير، في سؤال اخير، في الجيش؟ في الايه؟ في الجيش. لا الجيش عشان انا وحيد على بنتين، احنا عندنا الجيش لازم يكون ليا ولد اخ، لازم يكون ليا ولد اخ، وانا وحيد كل واحد في الاسره ما كنت احنا هنا نكون. لا انا ولد الوحيد فماليش جيش. اي احنا عندنا نكون احنا لكن ولد واحد في الاسره ما كيمشيش بالضبط. ما عندناش الجيش الخدمه العسكريه احنا، لا الخدمه العسكريه ما كانش يمشي، هادشي قديم ملي كان عندنا، دابا القانون الجديد ما كنعرف، ولكن القديم ما كانش يمشي. بس واحد اللي كيكون في الاسره ولد وكيكونوا كلهم بنات ما كاينش. في اسئله ثانيه ولا اخر سؤال؟ اذا عطاوك ثلاثه ديال الحاجات بدلهم في راسك شنو من غير العصبيه؟ العصبيه عرفنا ثلاثه الحاجات وبصراحه حيت ثلاث حاجات ايه؟ ثلاثه الحاجات قالوا بدلها في راسك. بدلها في راس ازاي؟ ثلاثه الحاجات في الحياه، في شخصيتك، الشخصيه ديالك. عندك عادات بغيتي تغيرهم، عادات ديالك عادات انا عايز اغيرها. من غير عصبيه، ثلاثه يعني بعيد العصبيه. شوف العصبيه ساكنه انا كنا راه زنيه تاع كورونا هذيك. خلاص اول حاجه ابدل حوار ان انا اكل تمام. ثاني حاجة ان انا بلاش يعني عشان انا يعني بتحشم ان انا اتكلم حاجة زي كده قدام ابويا طبعا. حاجة انا بعملها ونفسي ابطلها ان شاء الله، حاجة بطفعها ونفسي ابطلها. تالت حاجة ابطل طيبة شوية بقى عشان الطيبة جايبانها ورا، بس مش هبطلها، مش هعرف ابطلها بس كده. خلاص كده تمام. انا كنت كنتسنى تقول حاجه واحده اخرى. مراتي تبطل اكل. لا من غير هادشي انت طيب، وداكشي الطيبه ما يمكنش تحيد الطيبه، لان كنتربوا وكنكسبوها من عند الوالدين وكنكسبوها. هذيك كتجي في هذيك الطيبه، راه الواحد خصو يحمد على الله، راه ما كيعطاش اي حاجه. انت كنت مستنيه ان انا اقولها. خصو حياه الراس نشفان الدماغ. كلنا فينا نشفان الدماغ، ولكن كل واحد عنده الدرجات. انت عندك نشفان الدماغ مخلط مع العصبيه كيولد الانفجار. هذاك الدماغ ناشف، كل داكشي اللي قلت ليه، كل احنا الدماغ ناشفه. انا شخصيتي عندي الدماغ ناشفه، ولكن كل واحد اللي فيه كل واحد درجه. كاين الدماغ اللي فيه جوج صبينات، كاين اللي فيه ثلاثه صبينات، كاين اللي غير صبينه واحده، وكل واحد كاين تفاوت. احنا كده خلصنا. الله يخلص الجميع. الله ياخد فيها الحظ. هستنى ردودكم على شويه الاسئله اللي احنا سالناها، ونشوف بالنسبه للاسئله مين اللي جاوب. انا قلت طبعا صح وغلط، صح وغلط، نشوف مين اللي كسب التحدي في الاخر. ونخلي واحده انا نعطيهم واحده سميتو للمشاهدين اللي في شيء عصبيه يحاول يبدا ينظر منها، يدير واحد المنظر وبدا ينظر شي شويه. تلو ولا بعز سمعتو انت الاول. انا جيت، لا انا برت. انت كده برت. جيتيني انا برت. راه ديما كنت جات. لا انا شوف وقتاش كنزني ملي كنشوف شي حاجه ماشي هي هذيك، ولا حسيت تعديت على شي حد وقول كنرجع نمشي نبوسو ونمشي نطلب ليه راسو. هذه كاينه عندي. ايوه كاينه. ملي كنكون في حالات غضب كنمشي عندي هذيك كاينه. والله انا حضرت الموضوع. وبعض المرات ندخل البيت ونجلس نبكي، الا ما لقيتوش نرنن نبدا نبكي
تكنبر تاع البكروهايف زوز انا وصوب هادي البكروهايف انا هو اللي كنقول شويه نقسم العصبيه نستنى كومنتاتكم وتعليقكم وطبعا لو عجبكم لو استمتعتوا معنا شويه طبعا ما تنساش تديروا لايك للفيديو وان شاء الله الفيديو الجاي يا رب يعني اتمنى ان هو يعجبكم في فكره كده بنعملها فيا رب تعجبكم طبعا الناس بترجع تقول لي احنا ما وصلناش اشعارات ان انت نزلت فيديو ان انت عملت لايف يا جماعه سبسكرايب في علامه الجرس جنب سبسكرايب بتدوسوا عليها بتفعلوها علشان يوصل لك اشعار ان انا نزلت فيديو او فتحت لايف اشوفكم على خير سلام عليكم.